رايح عزا والناس حزينه وبتعيط والقران شغال والدنيا كلها بايظه خالص، الناس قاعده في هص وفي هدوء تام. رايح عزا خلاص، خدت الواجب بتاعي، وفجاه كده سمعنا تليفون بيرن. بيرن ايه؟ رن السنين. وفجاه جت لقيت التليفون بيرن باغنيه ايه بتتغن، يعني التليفون بيغني، ورن بقى بتاعت اغنيه بتاعت ايه بقى، قلت لنا سمعنا اغنيه بتاعت حاجه اسمها ايه بقى، من حق الكبير يتدلع. تخيلوا، من حق الكبير يتدلع، من حق الكبير اتدلع يا بابا اتدلع، من حق الكبير في قلب العزة، في قلب العزة يا جدعان، والناس زعلانة والقرآن شغال، واحد بيشغل أغنية من حق الكبير يتدلع، من حق الكبير. بين أنا قاعد مش قادر أمسك نفسي، قاعد في عزة يا جدعان، اتلت في ناس كتير بعملها تضحك. نفكرون في موقف بتاع فيلم الكيف بتاع يحيى الفخراني، لما دخل العزة قلع القميص وعمال يضحك، بيقول انت بتضحك عليه قوي مش عارف. هو نفس الموقف كده، واحد مش عارف يضحك من حق الكبير اتدلع، وتلاقي اتنين شمامين او ثلاثه شمامين عمال يرقصوا في قلب العزة بيرقصوا.